بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على هدى الحبيب. كل عام وانتم بالف خير. لما عملوا احصائيه في بريطانيا عن النساء، سالوا كل ست فيهم ايه اكتر حاجه بتتمنيها نفسك تحصل في حياتك. كان ردهم غريب قوي، ان الراجل يفهمني ويفهم مشاعري وضعفي اللي ربنا خلقني بيه، ويوفر ولو وقت بسيط في يومه علشان يسمعني ويسمع مشاغلي ومشاكلي. لما عملوا إحصائية تانية عالمية عن ثقة المرأة في نفسها، الإحصائية دي نشرت على موقع اسمه توداي، جمعوا 2200 امرأة سألوهم عن ثقتها في نفسها. الرقم كان غريب، اكتشفوا ان 60% من النساء ما عندهمش ثقة في نفسهم، رغم ان هي يعني بتقول لما سألوهم ليه عدم الثقة، قالوا بسبب تريقة أزواجهم عليهم. كارثة طبعا، على الرغم ان كل امرأة منهم قالت ان هي بتقعد وقت كبير جدا قدام المراية علشان تتزين وتطلع في ابهى صورة لزوجها، الا انه في الاخر برضو بيتريق عليها. هيئة الامم المتحدة للمرأة عملت احصائية عالمية على نسبة الاعتداء على المرأة بالضرب والسب، واكتشفوا ان كل 10 ستات منهم 7 بيتعرضوا للضرب والاهانة. كارثة لما يبقى على مستوى العالم الأرقام اللي بنسمعها دي عن عدم فهم المرأة وفهم طبيعتها اللي ربنا خلقها بيها، ضعفها اللي ميزها بيه، يبقى كده الراجل محتاج يفهم ويعرف فن عبادة معاملة المرأة ويقتدي بخير قدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفذ وصيته، واستوصوا بالنساء خيرا، عليك أفضل الصلوات والسلام يا حبيب الله. علشان كده قررنا تكون حلقتنا النهاردة عن المودة والرحمة بين الزوج لزوجته، وكيفية التعامل مع أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقتدي بهدي الرسول في التعامل مع المرأة بوجه عام، سواء كانت أم أو زوجة أو أخت أو ابنة. خلونا نرحب بالدكتور أحمد أمين، مدرس ومساعد بجامعة الأزهر الشريف كلية اللغة العربية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا دكتور، نورتنا النهاردة. ربنا يبارك بحضرتك. ربنا يكرمك يا فندم. مشكلتنا يا دكتور أحمد إن الزوج عموما مش بيفهم زوجته، نعم، مش فاهم طبيعتها ولا فاهم ضعفها اللي ربنا خلقها بيه وميزها بيه. نعم. عايزين حضرتك توجهنا وتعرفنا من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم، مواقف تربينا تعلمنا ازاي نتعامل مع بعض، وازاي الراجل يعني يكون فاهم طبيعه المراه وفاهم ضعفها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. بدايه انا بحييك على المقدمه الرائعه اللي بتبين لنا فعلا الفرق بين الغرب، وهنشوف دلوقتي تعامل الاسلام وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته. الزواج في الاسلام مبني على الموده والرحمه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالأصل في العلاقة الزوجية في دين الله تبارك وتعالى المودة والرحمة اللي تكون موجودة بين الزوجين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث كانت المرأة في الجاهلية لا قيمة لها أصلا، لدرجة أن المرأة في الجاهلية كانت تورث، يعني زيها زي الايه الاشياء المركونه في البيت، نعم، اللي بتورث وما الى ذلك. فكانت المراه تورث، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع من قيمه المراه ويرفع من قدر المراه، فقال لنا صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. وقال لنا صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. فالمراه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الحاجات اللي ما حدش واخد باله منها، يمكن حضرتك كنت بتتكلمي عن الغرب ازاي بيعامل المرأة وازاي بينظر للمرأة، النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم في بعثته حتى يوم وفاته وهو مع زوجته صلى الله عليه وسلم، أول يوم في بعثته، لما بنقرأ كده في السيرة النبوية، أول يوم في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما يعود من الغار ويقول للسيدة خديجة، أول ما يذهب للسيدة خديجة رضي الله عنها ويقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. أول لحظة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته السيدة خديجة، فتقول له: كلا والله لن يغزيك الله أبدا. واخر لحظه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، اخر لحظه في حياته، مات صلى الله عليه وسلم كما تقول السيده عائشه، مات صلى الله عليه وسلم بين سحري وبين نحري. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم دايما انه بيفهم طبيعه المراه، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم انه يعني يعبر عن مشاعر الحب لزوجاته. يمكن ناس كتير جدا جدا من الازواج في العصر بتاعنا ما بيعرفش يقول لزوجته النهارده مثلا كلمه بحبك،
مع ان دي اصلا سنه نبويه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لزوجته ويعبر لزوجته عن هذا الحب. في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج الى غزوه ذات السلاسل وقدام الجيش، جيش خارج لغزوه من الغزوات غزوه ذات السلاسل، فاتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم على راس الجيش وقدام الناس كلها وقال: يا رسول الله، من احب الناس اليك؟ من احب الناس اليك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشه. عائشه. وانا عاوز اقول بقى حاجه كده للساده المشاهدين، اذا كان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه قدام الجيش وعلى الملأ ما اتحركش وما اتحركش صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بتعامل النبي وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن الحب في داخل بيته صلى الله عليه واله وسلم. مش كده وبس، كان من عاده غير المسلمين ان دايما المراه اذا حاضت يعني ايه، ما حدش يقرب منها ويبتعدوا عنها بشكل كبير جدا ويتجاهلوها. بالظبط كده. السيده عائشه بتقول حديث جميل قوي عن النبي عليه الصلاه والسلام كيف كان يتعامل معها يعني في هذه الفتره الحرجه التي تاتي للنساء. تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم وانا حائض ينام في حجري فيسمعني القران، فيسمعني القران. مش كده وبس، احد الصحابه بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى الصلاه يقبل نساءه. شوفوا العلاقه الجميله اللي كانت موجوده بين النبي. خرج الى الصلاه، كان اذا خرج الى الصلاه قبل ان يخرج الى الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم يقبل نساءه. مش كده وبس، النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في رمضان في المسجد، في رمضان وهو معتكف في المسجد كان صلى الله عليه وسلم يقول: حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، حبب الي من دنياكم الطيب والنساء. ما كانش صلى الله عليه وسلم يعني بيسيب حد من نسائه يبكي، لما حد من النساء كان بيبكي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عنه الأحزان، وكان هو اليد الحانية على نسائه صلى الله عليه وسلم. فعلا بنلاقي دلوقتي في الوقت الحالي ظاهرة منتشرة جدا، تبقى مراته مثلا حزينة أو بتبكي أو في موقف مضايقها أو بتعيط أو هو ذات نفسه مزعلها، هو انت كل ما هتشوفي وشي هتنكدي عليا، انت على طول كده عايشه منكده، ويفضل بقى يسيبها كده يعني حتى ما يجبرش خاطرها بكلمه ولا حتى يطبطب عليها ولا يقول لها مالك. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يدا حانية على نسائه في لحظة البكاء؟ ما كانش صلى الله عليه وسلم أبدا سيب حد من نسائه بيبكي أو بتغضب دون أن يكلمها صلى الله عليه وسلم. ونحكي كده شوية مواقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان بيتعامل مع نسائه في وقت الغضب وفي وقت الزعل لما تكون واحدة منهم زعلانة. السيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، وكان أبوها يهودي على فكرة، هي من نسل سيدنا هارون أخو سيدنا موسى عليه السلام. في يوم من الأيام حصل بينها وبين السيدة حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مشكلة كده بسيطة، فالسيدة حفصة قالت لها: يا بنت اليهودي. معنا تليفون اتفضل دكتور أحمد. طب اتفضل معنا أنور. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ سؤالك عايز أسأل فضيلة الشيخ. اتفضل. اتفضل. يعني واحد رمى على مرته طلاق. نعم. وضح سؤال حضرتك. قال ايه بالظبط يا فندم؟ واحد رمى على مرته طلاق، قال يعني تحرم عليا زي امي واختي. النص قال تحرم عليا زي امي واختي. طيب تمام. تمام هنجاوب عليه ان شاء الله. حاضر. تمام تمام يا انور، اسمع فضيله الشيخ. هنجاوب عليه. حاضر ان شاء الله. اتفضل حضرتك تجاوب عليه دلوقتي ولا اخر الحلقه؟ نخلي الاسئله خلاص اخر الحلقه نجاوب عليها اخر الحلقه ان شاء الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع لموضوع البكاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما قلنا السيده صفيه بنت حيي بن اخطب، السيده حفصه قالت لها: يا بنت اليهوديه. فزعلت قوي السيده صفيه رضي الله عنها، كانت بتبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حب يطيب خاطرها بكلمه، فقال لها صلى الله عليه وسلم: قولي لهم ابي هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله عليه وسلم، ابي نبي وعمي نبي وزوجي نبي. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا يا جماعة إزاي النبي صلى الله عليه وسلم قدر يطيب خاطر السيدة صفية بهذه الكلمات. في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم كان مع القوم مع الجيش يعني مع الناس، وبعدين الناس ماشيين في حجة الوداع والجمال سريعة، وكان الجمل بتاع السيدة صفية يعني مريض بعض الشيء، فبرك الجمل برك الجمل، فبكت السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها. إزاي؟ لأن هي. طب اتفضل. حضرت انا دكتور احمد. اتفضل. رؤية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزة اتواصل مع فضيلة الشيخ لو سمحت. اتفضلي يا رقية. سامعين حضرتك؟ اتفضلي. انا
عايزه اسالك يا شيخ، ان انا كنت واحده مكتوب كتابي، ايوه، وجوزي يعني كان بيامرني في شويه حاجات، يعني مثلا بيقول لي ما تروحيش لاختك، مكتوب كتابك. ثواني يا رقيه، يعني مش عارفه، يعني انا هل يجوز ان انا اسمع كلامه في الوقت ده تحت، لاني انا دلوقتي تحت طاعه ابويا، فيعني هسمع كلامه نعم. ولا لا؟ تمام، يعني مجرد كتب كتاب. تمام ماشي، حاضر، هنجاوب ان شاء الله. حاضر. نعم. السيده صفيه لما برك الجمل، لان الجمل كان مريض بعض الشيء، فبكت رضي الله عنها وارضاها. بتقول فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح دمعي بيديه صلى الله عليه وسلم. شوف انا عايز اسمع بقى الازواج، مين النهارده اللي بيعمل كده مع زوجته؟ مين النهارده اللي يشوف زوجته بتبكي فيمسح الدمع بيديه كما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يفعل؟ بل اعجب من كده، في حجه الوداع عندما خرجت السيدة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة عملوا حج تمتع، تمتع يعني عملوا عمرة وبعد كده أحرموا بالحج. فحاضت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، فما عملتش عمرة، فزعلت قوي وحزنت قوي لدرجة إن هي كانت بتبكي رضي الله عنها وارضاها، بكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لها كلمات ليطيب خاطرها، قال لها يا عائشة إن هذا شيء كتبه الله على بنات حواء، أمر الحيض وما إلى ذلك، هذا أمر كتبه الله على بنات حواء. ومش كده وبس، عشان يطيب خاطرها أكتر، لما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من الحج يأمر سيدنا عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو السيدة عائشة أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم بالعمرة، ثم تفعل العمرة علشان يطيب خاطرها وما يزعلهاش صلى الله عليه وسلم. ما كانش أبدا صلى الله عليه وسلم يعني بيسيب أي فرصة تكون احدى زوجاته حزينه الا ويطيب خاطرها صلى الله عليه وسلم. نعم عليك افضل الصلاه والسلام. معنا راغب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك انا ليا سؤال بعد حضرتك يا فضيله الشيخ. اتفضل. اتفضل يا استاذنا. لو سمحت يا دكتور، هل واجب على الزوج ان هو يعني يودي زوجته عمره او حج او الكلام ده؟ ماشي يا استاذ راغب، جزاك الله خير. جزاك الله كل خير. شكرا. هنجاوب ان شاء الله. معانا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ مصطفى. ازيك يا شيخ احمد؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ايه راي سيادتك في الزوجات صليصه اللسان؟ في ايه؟ في الزوجات صليصه اللسان. حاضر. تمام هنجاوب عليه. حاضر. والرجال برضو اللي بيضربوا ستاتهم وبيهنوهم تمام وبيطلعوهم بره البيت هي وعيالهم ويتشردوا ويروحوا ومش مشكله. تمام. هنتكلم. حاضر في النقطه دي. شكرا فضيله الشيخ. شكرا استاذ مصطفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف احزان زوجته صلى الله عليه وسلم. في دلوقتي برضو دلوقتي بنلاقي ان الزوج بيبرر دايما غيابه وعصبيته بشغله. بتيجي مثلا تتكلم معاه تقول له ده حصل، يقول لها بقول لك ايه، انا جاي مصدع طول النهار ومش طايق نفسي، اسكتي. فما يدهاش فرصه تتكلم، ما يدهاش فرصه يشاركها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان طبعا مشغول بالاسلام وقضيه المسلمين، هل كان ممكن ينشغل عن زوجاته؟ يعني لو تكلمنا في هذه الجزئية سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص أوقات معينة طيلة اليوم بالرغم من انشغالاته بأمر الدعوة وأمر الجهاد في سبيل الله، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يخصص أوقات معينة طيلة حياته للجلوس مع زوجته. ونحكي كده كم موقف من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول، رضي الله عنهما يقول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معنا الفجر ثم يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس. نعم. ثم يصلي الضحى صلى الله عليه وسلم. اسمعي بقى حضرتك والاستاذ مشاهدين اسمعوا. ثم فضل. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى بيوت نسائه فيسلم عليهن ويدعو لهن ويجلس معهن. ده امتى؟ الصبح كل يوم. يوميا. يعني من جدول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو يوميا الصبح بدري. الجدول اليومي للنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يصلي الضحى في المصلى. يصلي الضحى. نعم. ثم يذهب إلى بيوت نسائه فيطوف عليهن. واحدة واحدة. واحدة واحدة. ويقعد معهم. فيجلس معهن ويتحدث إليهن ويدعو لهن. عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وده عجيب جدا بقى. تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم يصلي العصر ثم يدنو إلى نسائه. يبقى مرة الصبح ومره العصر. نعم. الحديث الثالث حديث انس. يقول انس رضي الله عنه وارضاه كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليله يجتمعن عند المراه التي عليها الدور من نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
فيجلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثنا إليه. فبالرغم من انشغالات النبي صلى الله عليه وسلم ويعني والفتحات الإسلامية والجهاد وأمر الدعوة الإسلامية، ما كان صلى الله عليه وسلم يترك نساء. وتخيلوا حضراتكم ثلاث أوقات في اليوم، مرة بعد صلاة الضحى، ومرة بعد صلاة العصر، ومرة كل ليل يجلس مع النساء. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام دائما أنه يحول الجلسة مع النساء. معنا مكالمة تليفون. محمد. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أتواصل مع فضيلة الشيخ؟ اتفضل. حضرتك دلوقتي بتقول مثلا اللي الزوج ما يضربش زوجته او ما ينيمهاش زعلانه، تمام؟ فانا دلوقتي عايز اعرف ايه يعني الزوجه ذات نفسها هنته او مدت ايده عليه، هو بقى ايه موقفه؟ مد ايده عليها فضربها، تمام؟ فهي بقى نامت زعلانه برضو، طب ايه هو موقفه بقى؟ طب طيب ما هي هنته، هو طبعا ما استحملش الحاجه برضو، ما ينفعش يضربها. تمام. هي برضو ما ينفعش تهين وهو برضو ما ينفعش يضربه. تمام بالظبط. هنكمل برضو، اتفضل بإذن الله. فزي ما بنقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما يجلس مع نسائه ويجلس مع زوجاته، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يحول الجو العام في منزله أو في منازله إلى جو من المرح والمزاح، ما كانش يعني مجرد يعني حديث مع النساء بس، يعني كان في هزار، كان في روح. أصل دلوقتي أي حد متدين يدخل على البيت تلاقي الاولاد حتى لو بيلعبوا يجروا، ولو بيتفرجوا على فيلم كرتون ولا حاجه يقلبوا على القران، رغم ان هو من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في روح، كان في مزاح، كان في هزار. احنا لو دخلنا بيت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام سنجد ان يعني تعامل النبي عليه الصلاه والسلام مع نسائه فيها روح المرح والضحكه والهزار. كان صلى الله عليه وسلم يقول للسيده عائشه يا عائش، اللي احنا بنسميه بقى الايه، الدلع. فكان يقول للسيدة عائشة يا عائش، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لها أحيانا يا حميراء، تصغير حمراء، لأنها كانت حمراء الخد. نعم. كانت حمراء الخد، كانت جميلة رضي الله عنها وارضاها أمنا السيدة عائشة. وفي مرة النبي صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة فكان عندها بنات تلعب بهن، عرائس. السيدة عائشة طبعا كانت صغيرة في السن، فكان عندها عرائس تلعب بهن، وكان مع العرائس يعني حصان له جناحان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة، شوفوا بقى روح المرح والمزاح في بيت النبي عليه السلام. ما هذا يا عائشة؟ نكمل بعد الاتصال. معنا شروق. السلام عليكم. ألو، عودي الاتصال بينا تاني يا شروق، نستكمل حديثنا مع الشيخ الفاضل. تفضل يا دكتور أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على السيدة عائشة وعندها عرائس تلعب بهن، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة؟ فقالت يا رسول الله هذه بناتي، يعني عرائس كده بلعب بيها. فقال وما هذا؟ قالت السيدة عائشة حصان له جناحان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة وهل هناك حصان له جناحان؟ قالت يا رسول الله أو ما سمعت أن نبي الله سليمان عليه السلام كان عنده حصان له أجنحة؟ سيدنا سليمان عليه السلام كان عنده حصان له أجنحة، يعني جو عام من المرح والمزاح في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسابق السيدة عائشة وبيلعب معها. نعم. لدرجة أنه مرة سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فسبقت السيدة عائشة، كانت السيدة عائشة خفيفة لسه صغيرة، فسبقت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما ثقلت السيدة عائشة يعني باللحم وكده، هنا في رواية بتقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سبب في أن هي تزيد في وزنها. لا يعني ما مش يعني الكلام ده غير صحيح. بينتشر كتير قوي الكلام ده على المواقع التواصل. لا الكلام ده غير صحيح، وانا يعني نحن لا يجوز لنا ان نتكلم في مثل هذه الامور الا بادله صحيحه. فالسيده عائشه يعني مع كبر السن المراه كده كده لما بتكبر سنها بيبدا الوزن يزيد وما الى ذلك، فسبقت السيده عائشه النبي صلى الله عليه وسلم، فسابقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه هذه بتلك، يعني انا سبقتك مره وانت سبقتيني مره. وكان عليه الصلاة والسلام بيقول للسيدة عائشة دايما يا عائشة والله إني لأعلم متى تكوني راضية عني وساخطة علي، أنا عارف الوقت اللي أنت بتكوني راضية عني فيه والوقت اللي أنت ساخطة علي فيه. يعني كمان فاهم مشاعر زوجته لدرجة أنه إمتى يعرف أنها زعلانة وإمتى يعرف أنها فرحانة وإيه اللي يفرحها وإيه اللي يزعلها. فقالت له متى يا رسول الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت راضية عني قلت لا ورب محمد، وإذا كنت ساخطة علي قلت لا ورب إبراهيم. شوفوا بقى رد السيدة عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله والله لا أهجر اسمك أبدا، أنا ما سيبش اسمك أبدا يا رسول الله. فده الجو العام، جو المرح والمزاح والضحك اللي كان موجود
في بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم. مش معنى كده ان ما كانش بيحصل مشاكل في البيت النبوي؟ كنت عايزه بقى اسال حضرتك بخصوص النقطه دي، في كان في ازمات ومشاكل بيعدي عليها كل اسره، طبعا كيفيه التعامل بقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع اي ازمه او اي مشاكل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بحكمه ولين ورحمه، هو رحمه للعالمين، هو الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه فبما رحمه من الله لنت لهم. فاذا كان لين مع الصحابه فكيف لينه وكيف رحمته مع زوجاته عليه الصلاه والسلام؟ اذكر كده يعني من الازمات اللي حصلت في بيت النبي عليه الصلاه والسلام، احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مره احبت تقومه على السيده صفيه، فقالت له يعني حسبك من صفيه كذا وكذا، يعني انها قصيره. فشوف النبي عليه الصلاه والسلام بقى ازاي اتعامل في الموقف ده، يعني ان واحده تسيء لواحده من زوجاته، فقال صلى الله عليه وسلم لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه كلمة كبيرة، ما ينفعش تقول الكلمة زي كده. فهنا وعظ وهنا نصح باللين والرفق. ولما حدث مشكلة بين النبي عليه الصلاة والسلام مرة والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فالسيدة عائشة طلبت حكم، يعني عايزة حد يحكم كده إيه ما بينها وما بين النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها نأتي بعمر. فقالت إن عمر رجل شديد، ما ينفعش عمر هو اللي يحكم في الموضوع ده. هي كانت تقصد ايه بشديد؟ يعني سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه طبعه ان هو كان شديد في الحق رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر يعني من شدته في الحق كان الشيطان يفر من امامه، كان ليه هيبه سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. فقالت ان عمر رجل شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ناتي بابي بكر؟ قال نعم. فطبعا هو بقى ابوها. فقال نعم. فجاء سيدنا ابو بكر رضي الله عنه الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاه والسلام بدا يحكي ويتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابي بكر يا ابا بكر ابدا انا ام تبدا عائشه؟ تحب مين اللي يبدا فينا؟ فقالت عائشه رضي الله عنها تكلم يا رسول الله ولا تقول الا حقا. يعني كلمه كبيره رسول كلمة الله صلى الله عليه وسلم، جدا للنبي عليه الصلاه والسلام. كلمه النهارده لو اتقالت لاي زوج من الازواج هيقوم يضربها بالظبط كده ممكن. فسيدنا ابو بكر انفعل جدا، ازاي هي تقول كده عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ فقام ابو بكر رضي الله عنه منفعلا ثم لطمها على وجهها وقال ماذا تقولين يا عائشه؟ وهل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حقا؟ هنا بقى يقف النبي صلى الله عليه وسلم يحميها، يحمي السيده عائشه علشان تحتضن السيده عائشه في النبي صلى الله عليه وسلم، وتنتهي الازمه وتنتهي المشكله والموضوع خلص خلاص. النبي عليه الصلاه والسلام كان يعامل زوجته حتى في وقت الازمات وفي وقت المشاكل باللين والحكمه، ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امراه قط، ما اهان النبي صلى الله عليه وسلم امراه قط. احنا بنشوف النهارده يعني بعض الازواج يعني بتضرب زوجتها، نعم، وده طبعا بعيد عن الهدي النبوي. اتفضل دكتور احمد. معانا زينب. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. زينب اتفضلي. ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي حضرتك. الو. ايوه سامع حضرتك. سامعينك. سامعاني حضرتك؟ ايوه يا حبيبتي. بقول لحضرتك معلش، انا دلوقتي متجوزه بقالي 9 سنين. متجوزه ايه؟ بقالي 9 سنين. 9 سنين. 9 سنين، نعم. 9 سنين. المهم الاول ظروفنا كانت على قدها وكده، ودلوقتي ربنا ايه يسر له الحال وكده. تمام. بس برضه يعني حضرتك بيبقى وضحي صوتك يا زينب، صوتك بيقطع يا حبيبتي. وبعد كده ربنا فرجها عليكم وتيسر حالكم، ايه اللي بعد كده؟ صوتك بيقطع، مش عارفين بعد ما ربنا ييسرها عليكم بعدها ايه؟ بيديني المصروف على قد حضرتك. بخيل يعني؟ المصروف على قد. تمام تمام. مش بخيل، هو بيجيب لي العيال حاجات وكده، وبيجيب حاجات في البيت حتى لحته المصروف بتاعي انا بيجيب حاجات كده. تمام هنجاوب حضرتك. تمام ماشي حبيبي. وصلك كده. معانا مكالمه تليفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عاوز اسال شيخنا على حاجه بس. اتفضل اتفضل يا فندم. كنت عاوز اعرف بس يا شيخنا، بس بعد اذن حضرتك، الاول كل عام وانتم طيبين. انت بصحه وسلامه. ربنا يرفع عنا وعنكم البلاء. اللهم امين يا رب. الجميع في كل مكان. اللهم امين يا رب. شيخنا كنت عاوز اسال بس حضرتك عن اللي هي القصه بتاعت ستين عائشه، اما لطم ضربت الاناء والنبي صلى الله عليه وسلم قال غرت امكم. ضربت الطبق. نعم لما غرت. نعم. فانا كنت عاوز اعرف مين اللي جابت لها الاناء اللي كان فيه الاكل عشان خاطر
تقدمه لضيوف النبي عليه الصلاه والسلام، فهي غارت. بس كنت عاوزه تحكي لنا على القصه دي شيخنا تمام بعد اذنك. حاضر، يعني نسمع القصه، هو عايز يسمع القصه يعرف ايه التفاصيل قبل ما تمسك الطبق وتحذفه على الارض. تمام، هنجاوب على حضرتك. نكمل اجابه حضرتك على السؤال. احنا كنا بنتكلم في نقطه الازمات والمشاكل في بيت النبي عليه السلام. النبي عليه السلام ما كانش بيضرب زوجه من زوجاته ابدا، ولا بيهين زوجه من زوجاته ابدا. احنا النهارده بنشوف بعض الازواج للاسف الشديد بتمتد يديه بالضرب على زوجته، وبيكون ضرب يا ريته يعني ضرب كده ما يعلمش، لا ضرب يعلم، يعني يفتح دماغ يكسر ايد، يعني التعليم بيعلم في الجسد والروح نفسها خلاص انا مش بتبقى طايقاه، مش بتبقى قادره تعيش معاه تاني. بتعمل ايه هي بقى في الحاله دي؟ اولا ليس من المروءه وليس من الرجولة أن يضرب الزوج زوجته. يعني اللي بيمد إيده على زوجته في يوم من الأيام ده أبعد ما يكون عن تعاليم الإسلام وتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال لنا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة فإنه إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يبقى إذن إحنا عندنا الشريعة الإسلامية وضعت لنا ضابط في التعامل مع المرأة، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وحضرتك سألت سؤال، يعني طب الزوجة تعمل إيه؟ الزوجة بقى اللي زوجها كل يوم بيمد إيده عليها بالضرب تعمل إيه؟ وإحنا لا ندعو إلى خراب مع أولاد بقى ومع أولاد وما إلى ذلك. نحن لا ندعو إلى خراب البيوت أبدا. لكن بنقول إن هو بيمد إيده وهو بيضرب، انت قاعده عنده ليه؟ بالظبط، لابد في هذا الوقت وقفه، عايزه بقى وقفه، لابد من وقفه، وقفه جاده، لابد في هذا الوقت من ان تذهبي الى بيت اهلك. نعم، وان يتحدث معه واحد من الاهل، واحد من اهلك كده يتكلم معاه ويوقفه عند حده، يعني مش عيال ولا حاجه، خدي بعضك وروحي لوالدك او اي ده ولي واجب. امرك حقك ده واجب. نعم، ما ينفعش النهارده الزوجه بتبقى بتضرب وسكتة وتقعد عشان اولادي وتقول لا ده انا عشان الاولاد وانا عشان الاولاد كده كده هيتربوا كده كده هيكبروا وكده كده هيتعلموا. انت بقى حياتك حياه واحده، يا تعيشيها وانت مطمئنه ومرتاحه بدون اهانه، يا ما تعيشهاش يا تروحي يعني تاخدي حقك بجد. وهذه ليست دعوه لخراب البيوت. نعم، ابدا، دي مش دعوه لخراب البيوت، لكن دي دعوه للوقوف الجاد، للوقوف الجاد في مثل هذه الاحوال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الزوجه والاسلام حرم الضرب الا في حاله واحده بس، حاله واحده بس. أيوة، الاسلام امتى بقى اباح الضرب؟ والضرب ازاي بقى؟ الضرب ازاي؟ الاسلام حل الضرب في حاله واحده بس، حاله النشوز. ويعني ايه النشوز؟ ماشي، ربنا قال كده واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعني بالترتيب، مش يضربها على طول، لا واخده واحده واحده عبال ما يوصل لمراحل الضرب. بالظبط، الترتيب ده جاي ازاي والضرب بيكون ازاي؟ نعم، واللاتي تخافون نشوزهن. اولا يعني ايه النشوز؟ النشوز شده العصيان، ما بتسمعش يعني كلامه خالص نهائيا، خالص هجره في الفراش. ماشي، لا تطيعه في كلمه من الكلمات ولا في امر من الامور، هو ده النشوز، شده عصيان الزوج لزوجه، شذ عن القاعده. بالظبط كده. فهنا الاسلام يؤمر بثلاث حاجات، اول حاجه فاعظوهن، مش اول حاجه الضرب. وفاعظوهن مش معناها كده يا بنت الناس اسمعي الكلام انا بنبهك مره والثانيه والثالثه. بالظبط، فاعظوهن هنا بقى مش معناها انه يقعد يديها درس او خطبه. كل كتب التفسير قالت فاعظوهن يقول لها كلمتين، كلمتين اتنين مش اكتر منهم، اتقي الله فان لي عليك حقا. خير الكلام ما قل ودل. هو ده الوعظ، فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. وفي هنا في اللغه العربيه ظرفيه. نعم، ومعنى اهجروهن في المضاجع مش معناها زي ما الناس فاهمه سيب الاوضه وروح نام في الاوضه الثانيه، لا، اهجروهن في المضاجع يعني وانت نايم اديها ظهرك في المضاجع، يعني كمان ما يتركش الاوضه، لا يعني يكون رحيم برضه في ميلة. ظرفيه، يا الله، واهجروهن في المضاجع مش عن المضاجع، عن تفيد المجاوزه، يعني تجاوز المكان ده روحه في مكان تاني، روح مكان تاني، انما اهجروهن في المضاجع يعني المكان في اللي هي هتقعد فيه انت وهو، انت وهي، هي ركن وانت ركن في قلب المكان، في قلب المكان. نعم، طيب بعد كده واضربوهن. قال حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوهن ضربا غير مبرح. والضرب الغير المبرح زي ما العلماء قالوا يضربها بالسواك، يضربها بقلم، هو ده الضرب اللي الشريعه الاسلاميه
وشوفوا بقى احنا بنتكلم في حاله النشوز، واضربوهن ضربا غير مبرح، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فنحن يعني نهيب بازواج المسلمين ان يتقوا الله عز وجل في ازواجهم. انا هاخد بقى من النقطه دي اجاوب على سؤال احد المشاهدين اللي قال طيب اللي الزوجه بقى بتهني هنته ويعني تمادت في حدودها بالظبط، طب انا اعمل ايه؟ انا عايز الرجل ليه القوامه، انا عايز احس برجولتي. نعم. انا الراجل، انا رجل وليا القوامه في البيت، النهارده الزوجه بتتطاول عليا، الزوجه بتشتمني. وطبعا سؤال استاذ مصطفى اللي بيقول الزوجه صلت لسان. بالظبط، الزوجه صلت لسان. نعم. انا اتصرف ازاي؟ نرجع لتفسير قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. يعني ايه عاشروهن بالمعروف؟ مش معناها انك تعملها معامله كويسه وخلاص، لا، عاشروهن بالمعروف لها معنيين. اولا المعامله بالحسنى، الحاجه الثانيه ان تتحمل الاذى وتصبر على الاذى. وهنا الصبر على الاذى، مش هنا في ظلم شويه ان انا اتحمل اذاها او لسانها وتسلطها في حياتي، رغم كده ان انا مش عايز اضربها؟ ما هو لا، مش في ظلم، لا ما فيش ظلم. ما هو على قدر الصبر هنا هيكون الثواب. سيدنا عمر بن الخطاب بالظبط، ده ابتلاء. نعم. ده ابتلاء. نعم. فالانسان يصبر على هذا الابتلاء. سيدنا عمر بن الخطاب في خلافته، ويعني دي من الامور الجميله، في خلافه سيدنا عمر احد الازواج كان بيسال نفس السؤال ده. بيشتكي دايما ان الزوجه بتعلي صوتها عليه، وان الزوجه دايما يعني صليطه اللسان في خلافه سيدنا عمر. فقال والله لاشكونك الى امير المؤمنين عمر، والله لا اروح اشتكيك لسيدنا عمر. وسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان في امور الدين شديد وقوي، كان يعني لا يخشى في الله لو ما تلاقي. فالراجل رايح يعني بيشتكي زوجته الى سيدنا عمر بن الخطاب. فوقف قدام بيت سيدنا عمر، فهيخبط على الباب، على باب البيت يعني، فسمع من ورا الباب سيدنا عمر زوجته بتعلي صوتها عليه. يا الله، فالراجل خليفة يعني نفسه، انا جاي اشكيله، وهو امير المؤمنين، هو سيدنا عمر اللي كل الدنيا بتخاف منه، في قلب بيته زوجته بتعلي صوتها عليه. فالراجل يعني خد بعضه كده، وهم ان ينصرف، انا جاي اشكي كده. بالظبط، انا جاي اشكي حالي الامير المؤمنين عمر، لقيت نفس الوضع عنده. في خرجت سيدنا عمر من الباب، فسيدنا عمر شاف الرجل فنادى عليه، قال له ما الذي اتى بك، انت جاي ليه؟ قال له يعني يا امير المؤمنين خلاص انا كنت جاي في امر. فاستحلفه سيدنا عمر بالله ان يقول له سبب المجيء. قال له والله يا امير المؤمنين انا كنت جاي اشكو لك ان زوجتي صلت اللسان، وان هي بتعلي صوتها عليا، وان هي بتعمل وبتسوي فيا، فوجدت يعني نفس الامر عندك. شوفوا بقى سيدنا عمر قال له ايه. قال له سيدنا عمر رضي الله عنه انها غساله لثيابي، انها غساله لثيابي، هي اللي بتغسل هدومي، تغسل هدومي. انها مرضعه لاولادي، انها يعني مصدر لشهواتي، وعلى قدر صبري عليها يكون ثوابي. وعلى قدر صبري عليها يكون ثوابي. الزوجه صلت اللسان، الزوجه بتتطاول، الزوج يصبر. اذا كان في دين، اذا كان في دين عند الزوج، الزوج يصبر. وفي نفس الوقت بنكلم الزوجه، وفي نفس الوقت بنكلم الزوجه، علشان ما حدش يقول هو الكلام كله للزوج، لا، بنكلم الزوجه ونقول لها ان الزوج بالنسبه لك هو الجنه والنار. نعم. الزوج بالنسبه لزوجته هو الجنه والنار. وبنقول للزوجه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا في الحديث ان من باتت بالليل وزوجها غير راض عنها باتت تلعنها الملائكه. فانت ليه تحطي نفسك في لعنه الله سبحانه وتعالى؟ نتكلم هنا في الجزئيه دي، غير راضي عنها لو هي ما عملتش حاجه، يعني ما كلمتوش، او هو اللي ظالمها وثابته مثلا، طلب منها حقه الشرعي فثابته وتركته، وهي من كتر ما هو ما بيضربها مش قادره انها تقعد معاه او تدي يعني ليه حقوقه وكده، هنا برضو هيبقى فيه لعن؟ لا طبعا، غير راضي عنها معناها ان هي على طول على طول لا تسمع الكلام، اللي هي حاله النشوز اللي كنا بنتكلم عنها. هي على طول لا تسمع الكلام، على طول ما فيش حقوق، على طول هي بعيد عن اوامره. في الحاله دي الملائكه بالظبط كده. طب لو عكس كده، لو هو بقى اللي بيظلمها وهو اللي بيضربها، وهو اللي على طول حتى لو ما بتعملش اي حاجه على طول لسانه صليط بيغلط على طول اللسان يعني بيسب، زي ما امرنا الـ 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 الزوج بالصبر على البلاء، برضو بنؤمر الزوجة في الحالة دي بالصبر على البلاء. بس احنا قلنا برضو من ضمن الكلام اللي قلناه ان لو وصل الامر بقى للضرب ورفع الايد، ماشي، في الحالة دي ما ينفعش الزوجة تقعد تماما. دكتور احمد، اتعمل له وقفة وقعدة ومش هعمل كده تاني وخلاص، وحسيت بغلطي ومش هضرب،
وبرضه رجع تاني يمد ايده عليها وبرضه زي ما يعني كان كلام. الامر في الحاله في دي هذه تعمل الحاله في يدها ويد وليها. القران قال فامساكم بمعروف نعم او تسريح باحسان، ده الخيار السادس. ماشي. وياما بنشوف ازواج يعني للاسف الشديد بعد ما يعني يندم وبعدين يرجع يعمل نفس الافعال تاني، ولما الامر يوصل للطلاق يرجع بعد كده يرجع تاني يندم عايز تاني وما الى ذلك. فاحنا بنقول للزوجين، للزوج اتقي الله عز وجل في زوجتك، وللزوجه اتقي الله عز وجل في زوجك. فالحياه الزوجيه في الاساس تبنى على الحب والموده والرحمه. في سؤال جانا على الصفحه بيقول ان هي اللي بتسال يعني ان هي بتاخد من مال زوجها او بتاخد مثلا من خزين بيتها او اي حاجه وبتدي لجيرانها او تدي لاهلها من وراء علم زوجها يعني، وهو يعني زوجها رافض الموضوع ده او ان هو مش انا قولي لي. حتى لو مش رافض لا يجوز للمراه ان نعم. تاخذ من مال زوجها بدون علمه، تذهب بها الى اهلها او الى جيرانها او ما الى ذلك، هذا لا يجوز مطلقا. ان نعم. واحده تاخد من اهلها حتى لو اهلها فقراء ومحتاجين الصدقه تستاذنه. ماشي تستاذنه، رضي ادي، مرضيش مرضيش خلاص امتنع، مرضيش امتنع. يعمل معاها ايه في الحاله دي؟ في الحاله دي لا، في الحاله دي لازما واقفه الحاله دي هي كده. هنا المراه فعلت نعم. يعني امر مخالف للشريعه الاسلاميه، فهنا الزوج يعنف زوجته في هذه الحاله. اتعمل وقفه كتير ويتكلمها كتير بالحسنه وبالعنف كل حاجه، وهي برضو بتفعل الامر ده وبرضو من وراه بقى اللي هو ايه بيبقى من وراه تودي الحاجه تودي لا، يبقى في هذه الحاله يعني يحق له ان يحبس ماله عنها، ما يدهاش مصاريف. لا مش ما يدهاش مصاريف، يديها مصاريف بالمعروف على قد يعني ايديها بس، على قد احتياجها الشخصي بس. احنا عندنا حديث مشهور، حديث السيده هند بنت عتبه رضي الله عنها وارضاها زوجه ابي سفيان نعم. في فتح مكه في كان في شهر رمضان سنه 8 هجريه، ابو سفيان كان رجل بخيل، كان رجل بخيلا. ده السؤال اللي الاستاذه زينب كانت بتساله، بتقول ان هو يعني بيديها مصاريفها على القد بالظبط مع انه مع اولادها كريم. تمام، يعني هو نجمع قصه حضرتك اللي هتحكيها بسؤال. تمام. السيده هند بنت عتبه في فتح مكه لما ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ان ابا سفيان رجل بخيل وليس يعطيني ما يكفيني انا واولادي، افاخذ من ماله بدون علمي؟ مش لاهلها، لنفسها هي بتسال. الزوج النهارده بخيل ينفع اخذ كده من وراه؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك انت وولدك بالمعروف. وبالمعروف معناه على قد الايد، على قد المصاريف بس. اذا كان الزوج بخيل جدا ما بيصرفش خالص خالص، يبقى في الحاله دي يجوز للمراه ان تاخذ لنفسها بالمعروف يعني على قد مصاريف ايديها بس مش اكتر من كده. نجاوب بقى على اسئله المتصلين عشان وقت البرنامج. اول سؤال انور بيقول ان هو رمى عليها الطلاق، ما كملش سؤال، هو قال رمى عليها الطلاق اللي هو الاظهار، يعني انت عليا كظهر امي او انت عليا كظهر امي. هو للاسف الاستاذ انور لما جه سال السؤال قال في الاول ان هو رمى عليها يمين الطلاق، لكن هو بعد كده لما سالته عن الصيغه ما قالش طلاق، هو قال لها انت عليا كظهر امي او كظهر اختي او انت محرم عليا زي امي واختي. هذا يسمى في الشريعه الاسلاميه ظهار، والظهار ليه احكام. احنا عندنا سوره في القران نزلت في احكام الظهار، سوره المجادله او المجادله، واللغتان صحيحتان. السيده خوله بنت ثعلبه لما ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكي الى النبي صلى الله عليه وسلم ان زوجها قال لها هذه الكلمه انت علي كظهر امي، فنزلت ايات سوره المجادله. وحكم الظهار في الشريعه الاسلاميه له يعني كفاره معينه، وهذه الكفاره حددها الله تبارك وتعالى، فقال والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. ماشي، صيام شهرين متتابعين كما حددت سورة المجادلة. فكفارة الزهار، واحد قال لزوجته أنت محرمة عليها زي أمي أو أنت محرمة عليها زي أختي، لا يجوز له أن يقربها إلا بعد أن يكفر الكفارة، عتق رقبة وخلاص دلوقتي ما بقاش في رقاب. ثم صيام شهرين متتابعين، ثم لو مش قادر يصوم شهرين متتابعين، وشهرين متتابعين ما يكونش فيهم شهر رمضان، لو جه يوم فطر يعيد من اول تاني، لو جه فطر يعيد من اول تاني، وشهرين متتابعين ما يكونش فيهم صيام شهر رمضان. عقاب ليه؟ لانه كلمه تقيله، لان الكلمه تقيله ما ينفعش يقول انا زوجتي. ودي من تربيه الاسلام للزوج. دي من تربيه الاسلام للزوج.
طيب لو المرأة قالت بقى لزوجها يعني ده انت محرم عليا زي اخويا، لا يعتد بقولها اصلا. ما ملهاش. اه بالظبط، يعني هنا ما فيش حاجة نعم. على الزوج ان شاء الله. سؤال رقية بتقول: مكتوب كتابي وزوجي بيأمرني ما تروحيش عند أختك أو ما تروحيش عند فلان، أو وهو لسه مكتوب كتابها ما فيش زفاف، يعني هي ما راحتش بيته، هل هو كده حرام إن هي ما تسمعش لا كلامه؟ طاعة له عليها في هذا الوقت. هي دلوقتي فين؟ في بيت في أهلها بيت بابا. ومكتوب كتابها نعم. ماشي، وبيقول لها ما تروحوش عند أختك، ما تعمليش كذا، ما تسويش كذا، هذا أمر بقطيعة الرحم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا طاعة لمخلوق في طاعة الخالق. معصية اه الخالق. بالظبط كده، في معصية الخالق. نعم. ما ينفعش إنسان يطيع مخلوق في معصية الخالق، ما ينفعش هنا أسمع الكلام، وما ينفعش هنا أقطع الرحم. ايه حدود طيب اللي كاتب كتابه؟ يعني امتى اسمع كلامه؟ ايه الحاجات اللي اسمع كلامه فيها والحاجات اللي ما اسمعش كلامه فيها؟ الحدود اللي كاتب كتابه يجوز له ان يختلي بزوجته. نعم. ايام الخطوبه ما كانش ينفع يقعدوا مع بعض، نعم. لكن هنا دلوقتي خلاص يجوز له ان يختلي بها، يقعدوا مع بعضهم بمفردهم. ماشي، يجوز لها يعني يكلمها في الامور العامه في الحياه، بتحب ايه، بتكره ايه، يعني تحب تبقى حياتنا ازاي وما الى ذلك. اما ان هو يقول لها ما تسمعيش كلام والدك، انا دلوقتي الكلمه كلمتي، فهذا لا يجوز ابدا. يعني ما تسمعش كلامه هي لسه في بيت بالظبط، والدها. ما تسمعش كلامه هي لسه في بيت والدها، هي نعم. تحت طوع اهلها. نعم. في سؤال آخر متصل بيقول عايز حضرتك تحكي له قصة السيدة عائشة رضي الله عنها لما ضربت الطبق في الأرض، عايز بقى يحكي تفاصيل القصة ايه هو يعني سريعا كده. القصة باختصار ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام جاء اليه احد الضيوف، نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى نسائه يطلب منهن طعاما. فالسيدة عائشة اتت احدى نسائه بطبق، ماشي، فالصحابي ده خد الطبق وراح بيه للسيدة عائشة رضي الله عنها، وكانت رضي الله عنها شديدة الغيرة على حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. يعني لدرجة ان هي لما كان يقوم بالليل يصلي قيام الليل كانت تقوم تتحسس النبي صلى الله عليه وسلم، يا الله وبعدين تلاقيه يعني ساجد كده بين يدي الله عليه سبحانه وتعالى. الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: ما لك يا عائشة، أغرتي أو جاءك شيطانك فتقول وما لي لا يغار مثلي على على مثلك مثلك يا يا رسول رسول الله. الله عليك. بس طبعا دي الغيره المحموده. فالسيده عائشه رضي الله عنها وارضاها يعني لما عرفت ان احد النساء خرجت طبق من عندها وان الطعام ما خرجش من بيت السيده عائشه نفسها يعني، فكسرت الطبق. يعني هي كسرته ازاي؟ يعني هو كان اصلا موجود قدامها إناء. ولا هو نعم. كان فيه طعام، ولا هي كانت لا لا خارجه مثلا ماسكه الاناء فسمع فراحت جايه؟ لا لا، هو بعد ما خلاص الضيف اكل الطعام وما الى ذلك الاناء فارغ، يعني نعم. السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها يعني رمت الطبق فتكسر يعني كما تقول الرواية. فقال صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم. شكرا للدكتور احمد امين، نورتنا يا فندم النهارده، والله شكرا الحلقه لحضرتك، ربنا عدت يبارك فيك سريعا. يا رب، جزاكم الله خيرا وربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يديم ونسأل الله حضرتك. سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من شر الأشرار. قبل ما نختم الحلقه، عايزين نصيحه لحضرتك للازواج، توجه ليهم ايه؟ سواء كانت الزوجة صليت اللسان وما بتسمعش كلام زوجها، وسواء كان الزوج بيظلم زوجته ومش فاهمها ولا بيديها مساحة من وقته، يعني نصيحة عامة كده عشان نتعامل بيها مع بعض ويبقى في ما بيننا لغة تواصل وحوار. إذا كانت هناك نصيحة فهي نصيحة القرآن والسنة. نعم. القرآن قال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ونصيحة السنة قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. نعم. استوصوا بالنساء خيرا. توجه رسالة ايه لحضرتك للإرهاب اللي بيحصل في الوقت الحالي، خصوصا الشهداء اللي لسه سامعين عنهم؟ عايزين نوجه رسالة كده لكل شخص متعنف، كل شخص فاكر ان الإسلام او ان انا عشان احمي ديني اقتل، او ان انا احارب بديني بالقتل، وخصوصا ان هم ملهمش اي ذنب. اولا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحم شهداء الجيش. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجعلهم في الشهداء. وأما هؤلاء المجرمون وهؤلاء الإرهابيون الذين يسفكون الدماء ويقتلون الأبرياء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم. وأنا الحقيقة بتعجب إن بعض الناس بتتعاطف مع أمثال هؤلاء. فعلا يقول لك لا ده دول بيحاربوا عن طيب الدين. تخيل لو كان المقتول ده ابني، يا الله، أو المقتول ده ابنك، هل كنت ستتعاطف مع أمثال هؤلاء؟ هؤلاء الذين يقتلون ويسفكون الدماء، هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: خوارج وهم كلاب أهل النار. هم كلاب أهل النار. سفك الدماء في دين الله تبارك وتعالى
هذا أكبر كبيرة من أكبر الكبائر. الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ما فيش وعيد يا أخوانا في القرآن أكثر من هذا الوعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من قتل نفسا بغير حق. أي ذنب ممكن ربنا يغفره إلا الإنسان اللي في يوم من الأيام استباح لنفسه قتل الدماء وسفك الدماء. فهؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته وكرمه أن يرحم شهداء الجيش وأن يتغمدهم بواسع رحمته. اللهم آمين. معلش سؤال تاني يا دكتور سريعا كده، الناس اللي هي بتقتل دي ايه مكانها عند ربنا؟ يعني هل هم كفار او هم ايه؟ رغم ان هم مؤمنين وموحدين بالله، بس فكرهم بقى والتعدي اللي هم بيتعدوه على ارواح الناس، عايزين نعرف مكانتهم. خصوصا ان في ناس تقول لك لا ده دول في الجنه ودول بيجاهدوا في سبيل الله ودول مكانتهم. اولا يعني نحن لا نحكم بجنه ولا بنار لان هذه من الامور الغيبيه. نعم. كذلك يعني ما اقدرش احكم بالكفر على حد معين، ماشي، طالما ما صرحش بشيء يعني يظهر الكفر، ما كفرش بالله يعني بالظبط كده يظهر الكفر. نعم. لكن احنا بنقول هؤلاء ارتكبوا كبيره من اكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء اللي يعني مكانتهم عند ربنا، ربنا قال كده فجزاؤه جهنم. فجزاؤه جهنم خالدا فيها. خالد يعني مش هيتعذب شويه بالزبط. ويخرج من جهنم يدخل الجنه زي ما المتعارف. خالدا فيها. يعني كلمه نعم. جهنم خالدا فيها ما جاتش الا مع القتل. نعم. وغضب الله عليه ولعنه. هذا انسان مطرود من رحمه الله، مكانته عند ربنا هو مطرود من رحمه ربنا، هو في جهنم خالدا مخلدا كما قالت الايه الكريمه، واعد الله سبحانه وتعالى له عذابا عظيما. نعم. شكرا لحضرتك دكتور احمد امين، الوقت طبعا جري ويعني حضرتك نورتنا النهارده. ربنا يبارك فيكم، انا سعيد جدا بوجودي معاكم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع عن بلادنا وعن مصرنا الوباء والبلاء وان يتقبل منا الصيام والقيام ان شاء الله. امين يا رب. الله يكرمك. بوجه بقى رساله من برنامجي على هدى الحبيب لكل شخص بيقتل نفس او فاكر ان هو بيجاهد في سبيل الله. للاسف انت لا تنتمي لهدي الحبيب عليه افضل الصلوات والسلام. واحب اقول ان الاسلام دين عدل، دين سماحه، دين سلام. ونختم الكلام ونقول كل القلوب الى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. فاما الدليل اذا ذكر محمدا فاضت دموع العاشقين تسيل. عليك أفضل الصلوات والسلام يا حبيب الله، ومسك الختام بسنة المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. افتح قلبك لينا ليدخل نور سنة نبينا، وجرب تعيش على هدى الحبيب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.